سبق على هذه الزيارة. أنا التلميذة جريشا إسرائيل، متحصلة على معدل 19.71 في ولاية الجلفة، وقد احتليت المرتبة الأولى في هذه الولاية، كما أني فخورة جدا بهذا المعدل، وطبعا هذا كان بفضل الله عز وجل بالمرتبة الأولى، ثم بفضل والدي وبفضل أساتذتي الكرام الذين لم يقصروا معي طيلة السنة الدراسية. أشكرهم جزيل الشكر من هذا المنبر. وبالطبع عندما رأيت نتيجتي كانت فرحتي عارمة، قلت 19.71، كانت فرحتي عارمة بالحقيقة. لم أتوقع أن أكون الأولى في ولاية الجلفة، لكن بفضل الله بالطبع نحمده ونشكره شكرا جزيلا. كنت في المرتبة الأولى، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، إن شاء الله أتحصل على نتائج أحسن في المرات القادمة، وشكرا جزيلا لكم.